المحافظات اللي شهدت منافسة ومشاجرات وطول عمرها فيها منافسة شديدة، ولكن كان في يعني مما رصد من السوشيال ميديا مشاجرة بين أنصار المرشحين قدام مدرسة منفلوط الإعدادية بنات بمركز منفلوط، حد من القصية وديروت، احنا بنتكلم على يعني دايرة عليها 4 مقاعد، وانتم متخيلين عدد كبير من المرشحين كان في مشاجرات في هذه الدوائر. المجتمع المدني زي ما قلت لكم رصد عدد من المشاكل، في بعضهم رصد مخالفات زي توزيع طعام، في فيديوهات منتشره عن فلوس بتتوزع، في مثلا تنسيقيه شباب الاحزاب قالت ان المتابعين رصدوا خلال اليوم الثاني بعض المخالفات زي كسر المرشحين للصمت الانتخابي، وده اللي كانوا بيتكلموا عليه زملائنا ان هم يبقوا يعني بيشجعوا او بيرشحوا نفسهم او بيكلموا الناخبين، وده غلط في الصمت الانتخابي الا انها لم تؤثر على سير العمليه الانتخابيه. خلونا نحاول نفهم ماذا رصد المجتمع المدني. الدكتور حافظ ابو ساده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. دكتور حافظ مساء الخير. انتهى اليوم الثاني، متوقعين اعادات، لكن ايه رصدكم لليومين؟ مساء الخير وتحياتي لحضرتك وبرنامجك ومبروك. نورت الشاشه. اشكرك. انما في الحقيقه طبعا احنا اشتغلنا على يومين الانتخابات وقبل يومين الانتخابات اشتغلنا من فتح باب الترشيح. طبعا لازم نبدا بانه تنظيم العمليه الانتخابيه في الحقيقه اصبح سمه مهمه جدا، يعني للجنه بتادي بشكل محترم، وداخل اللجنه اصبح الاداء يعني مميز، ما فيش اي تلاعب، ما فيش الصور القديمه بتاعتنا احنا بتاعت التزويد داخل اللجنه وتسويد البطايق وحشد موظفي الدوله والبطاقه الدواره، كل ده اختفى تماما لانه القاضي على كل صندوق اصبح سمه للنزاهه والشخصيه. اما بره اللجان في بقى طبعا بعض المشاكل اللي احنا رصدنا عدد كبير منها، منها فكره استخدام المال، العلب والكراتين والاموال بين المرشحين وبين الاحزاب وبين دي من السمات اللي هتفضل موجوده وهي خارج مسؤوليه اللجنه، ان هو خارج اللجنه الانتخابيه من حق الناس انها تحشد وتنقل. في بيشتغل بقى بتعديل تسهيلات، انه يجيب ميكروباصات وينقل الناس، يجدي وجبه للناس في الميكروباص وكذا، دي كلها رصدنا هذا الكلام. هل ده يدخل في اطار المال السياسي ولا لا؟ في شكاوي موجوده عند اللجنه هي تفحصها، واحنا رفعنا تقريرنا بالكامل للجنه، انما الاداء جيد والانتخابات في الحقيقه يعني الاقبال في اليومين معقول في ظل الكورونا وفي ظل ان احنا عندنا تهديد بموجه ثانيه من الكورونا. انا اعتقد انه هنلاقي انه في اليومين ممكن النتيجه تصل الى 30-35% من المشاركه. من المشاركه، متخيل 30-35%؟ دي تبقى نسبه كويسه في المرحله الاولى. لكن انا سؤال... اعتقد سؤالي دكتور حافظ، يعني هل ما رصدتوه من يعني مخالفات وانت بتراقب الانتخابات على مدار يعني سنوات طويله يمكن اكثر من 20 سنه، هل ما رصدتوه يؤثر على سلامه العمليه الانتخابيه ولا هي مجرد مخالفات للمرشحين يعني لا ترقى للتأثير على العملية الانتخابية؟ لا هي طبعا لا ترقى، لأنه زي ما قلت لحضرتك ما يهمنا كمراقبين أنه سلامة العملية الانتخابية داخل اللجنة الانتخابية بدءا من يعني نزاهة واستقلال اللجنة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية، سرية الاقتراع، شفافية الصناديق، انه وجود حق الوصول الى اللجنه بشكل من غير اي مضايقات، كل دي مسائل توفرت، امن خارج اللجنه، عدم التضييق على الناخبين ان هم ينتقلوا، عدم طرد المندوبين، دي كلها مسائل ما رصدناش منها اي حاجه، انما ما يحدث في الخارج ده تقريبا بيحدث من كل المرشحين بلا استثناء. يعني فكره تقديم تسهيلات، حشد الناس، محاولة التأثير على الناخب في الخارج، استخدام الدعاية الانتخابية، لكن هل في من العيوب أو العوار الذي يؤثر على سلامة العملية الانتخابية؟ وجهة نظري لا. في وجهة نظرك لا، لكن لما يكون مثلا بيتوزع فلوس ويبقى في فيديوهات حول هذا الأمر، ده برضو موضوع لا يحقق عدالة يا دكتور حافظ. ما ده اللي أقصده، إن ده في شكاوي موجودة، في حوالي 140 شكوى في الموضوع ده موجودة عند اللجنة، ومن حق اللجنة
اذا ثبت ان في حاجتين في العداله، في الجزء ده حضرتك بتتكلمي فيه وده رصدناه في بعض الحالات وبعض اللجان، وفي كمان فكره التجاوز في الانفاق المالي للمرشحين. في بعض المرشحين طبعا انفقوا على دعايه ما تجاوز المبالغ المحدده في القانون، ودول حاجتين هي اللجنه المفترض انها معنيه بفحصهم واتخاذ القرار المناسب اللي هو بيوصل لمرحله الشرط كمان. وبالتالي فدي شكاوي موجوده قدام اللجنه، واحنا ما رصدناه موجود لدينا في التقارير وهنرفعها للجنه، واللجنه لها الحق ان تتخذ ما ترى مناسبا، لكنها ايضا ما كانتش مساله يعني تؤثر على سير العمليه الانتخابيه، لان سير العمليه الانتخابيه دي بدا من فتح باب اللجنه حتى غلقها هي تتعلق بداخل اللجنه نفسها، لما يحدث في الخارج ده تقريبا بيبقى ما بين المرشحين بعضهم البعض، لكن كمان اللجنه مسؤوله عن ضمان الا يتم التاثير على الناخبين بالشكل الذي يخل بالعداله. يعني بس هل لاحظتم مثلا انه احنا زمان كنا بنعاني من قصه اغلاق منع الناخبين ان هم يوصلوا للجان، اغلاق لجان كامله، انحياز اجهزه الدوله لمرشح بعينه او حزب بعينه، هل رصدتوا ده؟ لا، ما هي دي عيوب التي تخل او التي تضرب في نزاهه العمليه الانتخابيه واستقلالها. تدخل الدوله ما لاحظناش هذا عن طريق التدخل بحشد موظفي الدوله مثلا ونقلهم في اتوبيسات الدوله وتصويت لصالح مرشح بعينه، ما شفناش منع الناخبين من الدخول او الوصول الى اللجان الانتخابيه، كان في الحركه سهله وفي وسط شديد جدا في الوصول للجان الانتخابيه، التدخل الحكومي بكل اشكاله ما بقاش موجود. لذلك زي ما قلت لك ما هو موجود هو صراع ما بين الاحزاب وبين المرشحين على حشد الناخبين وتقديم ما يمكن تقديمه من مزايا عشان نقلهم ودفعهم للتصويت. بتقيم يعني يفضل المشهد الانتخابي المصري بتسيطر عليه المرأة وكبار السن ودلوقتي والقبلية طبعا، لأنه العصبيات والقبليات مهمة جدا، بتقيم شكل المشهد ده ازاي؟ طبعا يعني في طبعا المرأة في اليوم الأول وفي أوقات الصباح بنلاقي إن المرأة في الحقيقة وكثير جدا على فكرة من الأوقات بتبقى مشاركة المرأة والنساء في مصر يمكن من بعد 2011 وحضرتك تلاحظ ده في الانتخابات وكل الاستحقاقات الانتخابيه في الحقيقه في بروز لدور المراه في التصويت. بس كمان القبليه في الدوائر بالذات دي احنا عندنا قائمه 100 من الجيزه لغايه اسوان وبالتالي والبحر الاحمر، دي كلها قبليات وعصبيات، وفي احنا لاحظنا النهارده في تقريرنا اشتباكات في اسيوط وفي اسوان على اساس قبلي، وبالتالي العصبيات والقبليات والعائلات عامل مؤثر، المراه مؤثر جدا في التصويت، يمكن شفنا ده في الجيزه، المراه في طوابير طويله جدا بتشارك وفي اعداد كبيره جدا، وبالتالي انا اعتقد ان المراه ملمح مهم جدا في هذه الانتخابات، ثم القبليه والعائليه نتيجه انه المحافظات التي تتم فيها هذه الانتخابات الان في الصعيد وكل الصعيد دي مسائل قبليه وجهويه وهتبقى كمان اكثر في الاعاده لانه هيبقى في حسم المقعد طبعاً. هيكون لصالح منطقه ضد منطقه او عائله ضد عائله وبالتالي هيبقى فيها سخونه شديده جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، حبينا نستعرض ملاحظات المجتمع المدني اللي بيتابع الانتخابات، كما سمعنا هذه الملاحظات في بعض الخروقات ولكنها ملاحظات لا ترقى للتأثير على العملية الانتخابية في موضوع الانفاق الزيادة الانفاق الكبير، في أحيانا الناس بتأثر على الناخبين ببعض الأطعمة المال، ده كان موجود وطول عمره موجود، هي مخالفات يعني نتمنى أنه في المراحل القادمة في الإعادة هذه المخالفات يعني تختفي. أنا عارفة أن دور اللجنة هو داخل اللجان، دور اللجنة الوطنية، لكن نتمنى أنه هذه المخالفات تصعد للجنة الوطنية للانتخابات للتحقيق فيها، علشان إحنا عايزين يعني نقفل هذه المخالفات، مش عايزين هذه المخالفات تتكرر لا في المرحلة الجاية ولا في الإعادة، عايزين انتخابات يعني فيها كل العدالة لكل المرشحين، لكن
كل الحاجات القديمه اللي كنا بنشوفها اللي هي اغلاق فكره انه كانوا بيأخروا اللجان، كان في تأثير من الدوله، كان في كل ده اختفى، ده موجودا. وعلى فكره المواطن بقى واعي، الناخب بقى واعي ولا يقبل التأثير من اي حد، واتمنى انه حتى ما نقبلش التأثير من المرشحين. خلينا نخرج فاصل ونواصل هذه الاخبار بعد الفاصل.